او اتنين عن احنا بنتكلم كده على ست محافظين. في محافظ القليوبية انباء بتؤكد انه هيتولى محافظة الاسكندرية، اللواء دكتور رضا فرحات. محافظ القليوبية انباء بتقول انه سينقل الى محافظة الاسكندرية خلفا للمهندس محمد عبد الظاهر. والمهندس محمد عبد الظاهر من بدري متاخد قرار، مش من النهارده، من بدري متاخد قرار، لانه حصل خلافات شديده بين محافظه الاسكندريه والدكتور احمد زكي بدر وزير التنميه المحليه، وكان لابد من حسم هذا الموضوع. الموضوع ده كان مفترض من العيد الصغير يتم، بقول لحضراتكم العيد الصغير كان لازم كانت حركه المحافظين تتم، حصل تاخير، ونتيجة الخلافات الكبيرة جدا بين المحافظ والوزير كان لازم يتم التضحية بواحد، يعني في مثل هذه الظروف، وخاصة ان وزير التنمية المحلية حسب ما انا عرفت اشتكى كثيرا من محافظ اسكندرية، وان التعامل بينهم كان تعامل تقريبا سيء، اصلا ما كانش فيه تعامل، تقريبا صعب جدا، يعني ما كانش ينفع انه في محافظ الوزير المسؤول عنه مباشرة هو وزير التنمية المحلية وليس رئيس الحكومة، رئيس الحكومة يرأس كل دول، ولكن كمان المعني بإدارة ملف المحافظات هو وزير التنمية المحلية. أي محافظ ليه طلب يكلم مين؟ وزير التنمية المحلية. وزير التنمية المحلية يتعامل مع الوزارات أو يتعامل مع مجلس الوزراء. ممكن في وزير بيبقى لطيف جدا وظريف جدا وما عندوش مشكلة، يقول للسيد المحافظ من فضلك تعامل مع رئيس الحكومة أو تعامل مع الوزير الفلاني أو علاني، لكن في بعض الوزراء قل له لا أنا المسؤول وأنت ما تتخطنيش. وهي دي بتبقى إيه؟ مسألة البيروقراطية، إن إحنا كل حاجة كل واحد يحجز على الحتة بتاعته ومحدش يقرب لها، لما تقرب لها يبقى عندك أزمة. وحصل الأزمة الكبيرة بين الوزير والمحافظ، ويبدو إنه يتم التضحية بمحافظ الإسكندرية في حركة بكرة حركة المحافظين. النهارده